مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة غدير، وبالضبط بجنبات ملعب أدرير، حيث ستجرى أولى مباراة في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم لحسنية غدير، والتي تستضيف من خلالها في أول دورة اتحاد طنجة، مباراة من أجل البحث عن انطلاقة جيدة ومن أجل البحث عن النقاط الثلاث لكلا الفريقين، سواء لفريق حسنية غدير المستقبل والذي يستقبل بين جماهيره وأيضا على أرضية ملعب أدرار معقل الترا إمازيغنا المساند الرسمي لحسنية أكادير. كما كتشوفوا معنا هذه هي الأجواء متابعينا لو فيها هنا بجنبات الملعب، أقل من 3 ساعات تفصلنا عن انطلاق لقاء الهام بين اتحاد طنجة وحسنية أكادير. بطبيعة الحال لقاء لا يقبل القسم على 2، من أجل البحث عن انطلاقة جيدة ومن أجل البحث عن أولى 3 نقاط والتي ستمكن الفريق سواء حسنية غدير الذي لم يجري أي انتدابات بطبيعة الحال يعني هذا الموسم من أجل انطلاقة جيدة والمصالحة مع الجماهير، خاصة في ظل يعني الأزمة التي يعيشها الفريق على مستوى التركيبة البشرية وأيضا على مستوى تشكيلة الفريق التي جل العناصر التي سيشارك بها الفريق هذا الموسم هي عناصر شابة، عناصر من فئة الأمل باستثناء بعض العناصر الأساسية التي لا زالت تؤتت التركيبة البشرية لكتيبة عبد الهادي السكتيوي. إذن أول لقاء سيقف من خلاله سواء المدرب وأيضا كل المتتبعين الرياضيين والجماهير السوسية على مدى جاهزية الفريق وكيف استعد هذا الفريق لانطلاقة الموسم الكروي الجديد. فيما اتحاد طنجة الأخرى تعيش تخبطات وتعيش عدة مشاكل على مستوى الإدارة التسييرية بعدما لوح الرئيس بالاستقالة في ظل المشاكل والأزمة المالية الخانقة التي ترخي بظلالها على اتحاد طنجة. كما كنشوفوا ربما الفريق هذا الموسم سيعاني الأمرين، وربما هي إرهاصات لا تخدم بتاتا هذا الكيان اللي هو اتحاد طنجة. للكل بطبيعة الحال يعني يرى أن الفريق هذا الموسم يعني بداية متعطرة، بداية بالمشاكل وبداية بالأزمة، فكيف سيكون حال الفريق في ظل الدورات القادمة إن لم تتكاتف الجهود من أجل إنقاذ الفريق ومن أجل الوقوف مع فريق اتحاد طنجة في هذه المحنة؟ ربما هذه المشاكل سترخي بظلالها على النتائج ديال الفريق خلال بداية الموسم، فكل الفرق استعدت بما فيه الكفاية خاصة على مستوى بطبيعة الحال الانتدابات. هناك فرق أجرت انتدابات قوية وانتدابات في المستوى، فيما حسنية غدير مع الأسف الشديد لا زال المنع يطال الفريق ولا زال المنع بطبيعة الحال يرخي بظلاله على حسنية غدير التي اكتفت فقط بالتعاقد مع 9 لاعبين من فريق الأمل من أجل تعزيز التشكيلة البشرية للفريق ومحاولة تشبيب الفريق ومحاولة بطبيعة الحال البحث عن بعض النواقص والثغرات على مستوى مجموعة من الخطوط، خاصة الخط الأمامي وخط الوسط اللي كيعاني منه الفريق الأمرين، وظهر ذلك جليا خلال الموسم الفارط ومع نهاية الموسم. ربما كان الكل يتمنى أن يستفيد الفريق من الأخطاء ديال الماضي وأن يلملم الجراح وأن يعود إلى السكة الصحيحة، لكن مع الأسف الفريق لا زال يعيش تخبطات هو الآخر على مستوى التشكيلة البشرية وأيضا عدم إجراء الانتدابات، فهذا الأمر جعل العديد من الجماهير
مستاء وجعل العديد من الجماهير متخوفة من أن ترخي يعني هذه الانتدابات التي لم يجريها الفريق على مردود الفريق خلال هذه المباراة وأيضا خلال المباريات المتبقية طيلة هذا الموسم. ربما الفريق سيعاني الأمر لأن مجموعة من الفرق أعدت يعني كل ما في الجعبة ديالها من أجل الظفر يعني بالنقاط في كل المباريات، فالصراع سيكون حتيد على مستوى بطبيعة الحال يعني أسفل الترتيب وأيضا على مستوى مقدمة الترتيب، فكل الفرق ستحاول جيدة مع كل مباراة أن تكسب الرهان وتكسب النقاط الثلاث في كل مباراة، فأي مباراة يستقبل فيها الفريق لا مجال لإضاعة نقاط، لأن إضاعة نقاط مع بداية الموسم سيدفع الفريق الثمن غاليا، ورأينا ذلك مع مجموعة من الفرق التي دخلت في الحسابات الضيقة وظلت تنتظر تعثر أحد المنافسين من أجل ضمان البقاء، وهذا الأمر ربما حسني تقدير عليه أن يستفيد من الدرس جيدا رغم عدم إجراء أي انتدابات، إلا أن الفريق بهذه التشكيلة ممكن أنه يلعب على طبيعة الحال يعني يلعب على تنشيط يعني البطولة كما عودنا دائما، وهذا هو فريق حسني تقدير خلال المواسم الماضية المواسم الأخيرة ظل الفريق دائما ينشط البطولة يبحث عن ضمان الإغاثة وضمان البقاء ولا شيء غير ذلك، في ظل يعني المطالب الجماهيرية التي تنادي دائما من أجل إعادة الفريق إلى التوهج ومن أجل رسم خطة مستقبلية، خطة واضحة المعالم من أجل البحث عن فريق تنافسي وليس فقط فريق ينافس من أجل الاستغاثة ومن أجل البحث عن ضمان البقاء. فنتمنى حظ سعيد لكلا الفريقين سواء فريق حسني تقدير وفريق اتحاد طنجة. ربما هذه بعض المعطيات وبعض الحيثيات التي ترخي بالظلال ديالها على هذا اللقاء، أول لقاء لفريق الغزل السوسية أمام اتحاد طنجة. فارس البوغاز سيرحل إلى مدينة قدير وحل بعاصمة سوس من أجل البحث لما لا عن خلق المفاجأة، رغم أن المهمة ستكون صعبة والمهمة لن تكون باليسيرة أمام طموح وجموح لاعبين شباب لاعبين كل واحد يحاول أن يبرهن لعبد العزيز كيتيوي بأنه له الأحقية في كسب الرسمية، فسيكون هناك صراع على أشد على مستوى التشكيلة ديال عبد الهادي السكيتيوي من أجل أن يبرز كل لاعب يعني المقاومات ديالو المؤهلات ديالو من أجل إقناع عبد الهادي السكيتيوي بأنه لاعب يستحق أن يدخل بشكل رسمي في المباريات ديال فريق حسني تقدير، وهذا أمر جيد ربما سيخلق تنافسية وسيخلق أيضا نوع من الإطارة والتشويق على مستوى التشكيلة ديال فريق حسني تقدير. فالفريق يعني شبب 90% من الفريق الأول بتطعيمه بعناصر من فئة الأمل، وهي 9 عناصر تم التعاقد معها في عقود احترافية هذا الموسم من أجل يعني وقف بطبيعة الحال يعني نزيف اللي كاين على مستوى التركيبة البشرية والنقص اللي كاين في ظل عدم إجراء انتدابات قوية، انتدابات اللي من شأنها أن تمنح جرعة أمل جديدة للجماهير السوسية والتي تبحث دائما عن نتائج، تبحث دائما عن خلق المفاجأة لما لا، وأنها عاشقة لهذا الكيان، كيان إمازيغن التي عودتنا دائما على أن تتعملق أمام الفرق سواء فرق الشمال وفرق المركز. فنتمنى حظ سعيد لكلا الفريقين في هذا اللقاء، والغلبة للأقوى والغلبة لمن يعرف كيف يسيطر وكيف يضمن بطبيعة الحال التركيز ديالو طيلة 90 دقيقة. تحياتي لكم وعلى أمل لقيكم في بث مباشر آخر، إلى الملتقى.